السلام عليكم يوتيوب، معاكم محمد خالد. ثواني بقى ثواني، بصوا يا جدعان، دي اول مره هاجي واطلب منكم حاجه، فركزوا معايا كويس، لان حرفيا اول مره اقعد واتكلم في موضوع عيني عينك كده واطلب منكم طلب. فقفوا جنبي تمام. في مجله اسمها وشوشه، يا رب اكون قلت الاسم صح. المهم ان المجله دي بتعمل حاجه زي تصويت اسمه نجم السوشيال ميديا اللي هو قدامكم ده، مهدي. ثواني ركز هنا، ركز معايا. عامله كتصويت حاطه فيه كل يوتيوبر، كل انفلونسر، اذا كان على فيسبوك او على تويتر. التصويت ده من عليه انت بتختار مين اللي انت عايزه اللي هو قدامك ده. طيب لينك بتاع التصويت تحت في الديسكريبشن. انا عايز نوريهم يعني ايه جيش محمد خالد، يعني ايه تيم محمد، يعني ايه احنا. كل الناس عارفه في اليوتيوب احنا ايه، احنا لما نخش على حد بنقتله، كل يوتيوب عارف ده. يلا بقى نعرف الصحافه ونعرف الناس عامه اللي بره اليوتيوب يعني ايه تيم محمد. دلوقتي تقريبا انا المركز الثالث او المركز الثاني. كل اللي فوقيه عندهم مليون على الانستغرام، فالتصويت بالنسبه لهم سهل، يعني الستوري بتاعهم بيجيب ال 200,000، لكن انا على الستوري بتاع الانستغرام بيجيب 40,000 60,000 بالعافيه، فاهم؟ فالفرق بيني وبين اول واحد تهيألي 5,000 ولا 7,000، مش كتير، مش كتير خالص. انا عايز بعد ما الفيديو ده ينزل كل تيم محمد ينزلوا تحت ونوصل 50,000 تصويت، 60,000 تصويت بدون ما توقف. تدوس تك تدوس تك تدوس تك. خلي بالك خلي بالك خلي بالك انك ما تقدرش تصوت غير لشخص واحد اللي هو قدامكم ده. طب اشمعنى يا محمد؟ انا شايف ان انا فعلا السنه دي كانت السنه بتاعتي، وشايف ان ما حدش عمل نفس المجهود اللي انا عملته. ما تنسوش انا كنت في ثالثه ثانوي، ما تنسوش الفيديوهات اللي انا عملتها، عملت حاجات انسانيه وحاجات هادفه، وانتوا كلكم تشهدوا على ده. عملت برانكس وكانت المقالب بتاعتي كلها معديه مليون، واديكم شايفين المقالب بتاعتي كانت عامله ازاي السنه دي. عرفت والنبي عرفت ارحمني من طول السنه. اقول لك ازاي شيل اربع بيطلع ايه بس يا ما توقفش عادي. ما تنسوش انا في ثالثه ثانوي، ورغم كده ما وقفتش المحتوى بتاعي وقدمته. جات لي شهور كنت بزيد بال 120 و 130 الف سبسكرايب، فاعتبر دي السنه بتاعتي. كمان الاغنيه بتاعتي اللي هي وكاله ناسا كانت ثالث ترند، وكان فوقي عمرو دياب واحمد مكي، ونزلت انغام ونزلت ناس كتير من الترند، وده كانت حاجه فخر ليا. الاغنيه بتاعتي طلعت ترند على انغامي، الاغنيه بتاعتي جايبه اكتر من 100,000 ليسن على الساوند كلاود. اقول ايه اكتر من كده؟ وانا شايف انا استحقها. فيلا نوري الناس مين هم تيم محمد. بصوا يا الجائزه بتاعتي وبتاعتكم، بس انا عندي ليكم حاجه. كل اللي سوا تاخد سكرين شوت لتصويته، دي اول حاجه، تكتب في الكومنتات تم، لان هختار 10 بالظبط هديهم الميرشندايز بتاعي. 5 هياخدوا الميرش القديم، وخمسه تانيين هياخدوا الميرش بتاع ناسا الجديد اللي هينزل ان شاء الله كمان اسبوعين. تخش روح صوت، خد سكرين شوت لتصويتك وانت دايس عليا، اكتب تحت في الكومنتات تم اكتر من مره. عندك انك تقدر تعد كومنتات كتير كتير. هاخد 10، هكلمهم على الجيميل على الايميل بتاعهم وبس. طب يا محمد انا واحد ما بعرفش اصوت، اصوت ازاي؟ خليك معايا يا صاحبي. طيب هتخش على الموقع هتلاقي ناس كتير، فكك 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 فكك، انزل انزل انزل، وهتلاقي ابو تريكه نزل نزل توتايه ما علينا. هتلاقي محمد خالد، هتدوس على كلمه تصويت اللي تحت وكده تكون صوتت لي. لما الفيديو ده نزل انا كنت 20,900، هنشوف هنقدر نوصل 50 و60,000 ولا لا. واثق من اللي انتوا هتعملوه، انا عارف انتوا هتعملوا ايه، اللي انا عارفكم كويس. ده اول طلب واول فيديو. طيب يا محمد هل الفيديو اتمسح كمان 24 ساعه؟ فعلا انا ما اعرفش التصويت هيفضل لحد امتى، فالفيديو ده هيفضل موجود لحد التصويت، لحد ما التصويت يخلص. وما دام قلت لكم انا هدي تيشيرتات فعلا، فانا هدي تيشيرتات، مش هطلع اقول هديكم بعد كده امسح الفيديو ولا. كان معاكم محمد خالد، لينك التصويت تحت في الديسكربشن. يلا نوريهم احنا مين. اشوفكم ان شاء الله كمان كام يوم بفيديو جديد. سلام.